بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر لي ولآبائي وأمهاتي ولأبنائي وبناتي ولإخوتي وأخواتي ولأجدادي وجداتي ولأعمامي وعماتي ولإخوالي وخالاتي ولزوجتي وأبويها ولأساتذتي وللمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أزجى عندي من عملي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بحرمة سيد البشر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله دائما وعلى كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم يا أهل دار القوم المؤمنين. إنا إن شاء الله عن قريب بكم لاحقون. اللهم رب الأجساد البالية والعظام، النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أدخل عليها روحا من عندك وسلاما مني. يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام،
أسألك أن تحيي قلبي بنور مغفرتك أبدا يا الله يا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بنور مغفرتك أبدا يا الله. يا الله يا الله جل جلاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا لا إله إلا أنت، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله جل جلاله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه في. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا الله الرقيب الحفيظ الرحيم، يا الله الحي الحليم العظيم الرؤوف الكريم، يا الله الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، حل بيني وبين عدوي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل أفاك كاذبة، ومن شر كل غماز خائنة، ومن شر كل عين لامة، ومن شر كل بدعة ضلالة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام، بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم، الحي الكريم، الحنان المنان، وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم.
والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء وللاشتغال بما يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنا عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. روى علي الرضا فقال حدثني أبي موسى الكاظم
عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه زين العابدين علي، عن أبيه حسين، عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني جبريل قال: سمعت رب العزة يقول: لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. آمنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء من عند رسول الله على مراد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، والبعث بعد الموت حق. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.